هذا اللقاح من هذا اللقاح، هذا فعال وهذا غير فعال، الناس تعرف من خلال السوشيال ميديا، يقول لك انا ما اخذ الا اللقاح الفلاني، ما اخذ الا اللقاح الفلاني. طيب احنا شلون نعالج هذا الموضوع؟ قالت وزاره الصحه، قالت فايزر، نعم قاعد تبخن لقاح فايزر، سمعته جيده زين واعراضه الجانبيه اقل. طيب وبالنسبه لاسترازينيكا يعني هي الوجبه تقريبا خلصت الشهر السابع، راح تخلص اللقاح طيب الثاني مالته. طيب السينوفارم موجود، السينوفارم ما قاصر، كلهن فعالات، كلهن فعالات، لقحوا بالسعوديه، لقحوا بالامارات، صح ما عندهم مشاكل به، صح كلهن فعالات. طيب كلهن فعالات درجات قريبه. طيب انا اتكلم الان دكتور عن المراكز، بعض المراكز نعم الناس تروح وتريد تلقح ما تلقى اللقاح، يقول لك احنا ما عندنا لقاح او مخلصين. هذا سبب شنو؟ مشكلة منو؟ ما عندنا هاي المشكلة. ها بالمحافظة ما عندكم. مرحلة يتصلون للمدير العام، سيد المدير العام. نعم. يطلبون يلقحون بالليل، يعني بالثمانية بالتسعة على مود شوية جو بارد. نعم. إنه نفتح المراكز الصحية ونلقح بالليل، ما المشكلة اللقاح ما موجود، هذه ما سامع بها. هاي بميسان ما موجودة، بالمحافظة عندكم ما موجودة. لا ما موجودة. احنا ببغداد صارت عندنا. أكثر من 13 مركز صحي موجود في اللقاح، بالإضافة إلى مستشفى الصدر. مستشفى المجر التعليمي. طيب احنا بكلمة أخيرة شنو تقول للناس، لأهالي محافظة ميسان تحديدا بخصوص اللقاح؟ والله بالنسبة للمرض هذا الجديد اللي هو يعني غريب علينا صار له سنتين نتعامل وياه، نشوف نسبة الوفيات يعني ثابتة 2% 4% 1%، هو فد رقم عالي بالنسبة للإنفلونزا. ففقدنا نعم هواي من أصدقائنا من كوادرنا الطبية من عوائلنا، فكافي يعني كافي يعني ما معقوله يعني الحياه هيك رخيصه بالنسبه لنا. طيب عندكم طريق واضح اللي هو اللقاح. زين انا اريد اسالك عفوا دكتور، اكو نعم فرق جواله بموضوعة اللقاح ممكن تكون بالمحافظه؟ يعني انا حتى اكون منطقي بكلامي وقريب للواقع، انه بعض الاهالي تدري العجز مرات ويقول لك انا لازم اسجل وما اسجل، وهذه الامور العراقي يتعاجز منها، فممكن تكون اكو فرق جواله حتى الناس تروح تلقى. فرق جواله اللقاح اخي العزيز هو لقاح جديد ويراد درجات حراره شفتها ناقص 8 ناقص 70 فايزر ناقص 70 نعم ناقص 70 ما اقدر اشيل ثلاجه او شيء بارد ناقص 70 واكثر به، اقدر ابني مركز صحي مثل جامعه ميسان عنده 7000 منتسب، اقدر اخلي جامعه ميسان مركز صحي اجيب اللقاح به والقح كل المنتسبين مالته. نعم المراكز الصحيه الموجوده في محافظه ميسان تقريبا بين البيوت، يعني مو بعيده يعني مو سبب حد المواطن والمكان بعيد، سبب هو تخوف المواطن اللا مبرر له.